هنا أستاذ قيس سعيد لخص على الأقل النقطة هذه، لأنها نقطة في واقع الأمر استرعت الانتباه، أنه يهيئ للناس كأن الإنسان يتمتع بحرية، لكن في واقع الأمر حرية في القول في التعبير، لكن على مستوى الفكر هناك نوع من الاعتقال، ثم نوع من التضييق، نوع من التضييق، خاطر يجب يتصنف هكا ولا يتصنف هكا. وهذه القضية يجب يتصنف إسلامي ولا يتصنف غير إسلامي، غير إسلامي. كان هذه القضية، كانوا نحن مسلمون، يعني أقولها دائما، نحن مسلمون وشعبنا في أكثره مسلم، هذا اختيار، وهذه قضية اختيار من التونسيين، أكثر التونسيين مسلمون. لماذا يعني تطرح هذه القضية، قضية الكفر والإسلام؟ الإسلام أقدم من كل هذه الحركات والمرجعيات، لم ينزل الإسلام في سنة 2011 في تونس. نحن مسلمون ونعتز بأننا مسلمون، ولا يمكن أن تكون هذه القضية. القضية هي قضية اقتصادية واجتماعية، القضايا بطبيعة الحال الحرية، ولكن القضايا تم الانحراف بها عن مسارها الأصلي، وتم وضع قضايا أخرى مفتعلة حسمها التاريخ، ولا يمكن أن تغير لا نصوص الدساتير ولا نصوص القوانين، لا من هويتنا ولا من اختياراتنا. يعني لماذا لم تطرح إلا في ظل الدولة الوطنية، يعني أو ما يسمى بالدولة الوطنية، قضية الهوية؟ لماذا لم تطرح قبل ذلك؟ للأسف يعني حتى في ظل الحماية لم تكن مطروحة مسألة الشريعة في تونس، مجلة الأحوال الشخصية أو مجلة العقود والالتزامات التي يعود تاريخها إلى مطلع القرن العشرين، تم وضعها من قبل عددا من بناء على ملاحظات عددا من شيوخ جامعة الزيتون. يعني ليست قضية مكانش مطروحة يطرحونها وبمنطق الوصاية، ولكن لأغراض مبيتة معروفة، ولكن من الأطراف كلها. أما أن تكون هكذا وأن ليس لك وجود، يعني بأي حق ينصب أي كان نفسه وصيا على الآخرين؟ هذه القضية لم يستبطنوا بعد فكرة الحرية أصلا، هم يدعون أنهم يناظرون من أجلها، ولكن في بعض الأحيان هم من ألد أعدائها، حتى الذين يدعون بأنهم يدعون إلى للحرية والحرية الغربية. أما أن تكون هكذا وأما فليس لك وجود، معناها هنا عملية إقصاء أكثر من عملية إقصاء. عملية يجب أن يقبل بالتعايش مع الآخر، مع الفكر الآخر، مع الاختيار الآخر، ويجب أن يقبل بأن يتم تنافس على السلطة تنافسا سلميا، وأن يتم تداول على السلطة، ليس لأي كان أن ينصب نفسه وصيا أو قائدا، أما أن تتبعني وإلا مكانك الاعتقال أو الرفض.